تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية هالأسبوع كانت بداية جميلة موفقة إيجابية، وإن شاء الله يكون هالأسبوع أسبوع مليء بتحقيق النجاحات والطموحات وبكل شيء حلو تحبونه، والأهم طبعا إنكم تتمتعون فيه بصحة عشان تعيشون حياة سعيدة وتقدرون تحققون أهدافكم وتستمتعون بالحياة. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، وهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. صباح جميل، ما شاء الله دش علينا الصيف، فمع دخول الصيف أدرك كثير من الناس تحس أن الجو جدا يكون حار في الخارج. ترى إحنا أحس مع الصيف تكثر أنشطتنا أكثر من الشتاء، خلاص تعودنا الدنيا تكون صيف طول السنة. هي هذه ها ميرا الغفلي في التنسيق تقول في الصيف تي فواكه جميلة، تستوي الفواكه غير، تستوي الخضرة غير، تستوي نشاطاتنا غير، يستوي موسم البحر والمسابح والمزارع والسفر، فننظر الصيف من هالناحية. والصيف أيضا أنا حسة صراحة صحي أكثر من الشتاء، الشتاء الناس 24 ساعة من خشة وتاكل، الصيف لا، يخلي الناس شوي تتحرك، ما تم قاعدة هالسبات الشتوي عندها، يساعدكم أنكم تتحركون، تطلعون شوي، تروحون البحر، تروحون مسابح، نحرق شوي سعرات حرارية أكثر. فنستانس يا جماعة بالصيف لأن صيفنا فعلا جميل إذا نظرنا له بالطريقة الصحيحة. أذكركم أنا برقم التواصل قبل ما تأخذنا السوالف على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودنا دائما في البداية يكون عندنا دراسة، راح ابتدي بالدراسة، راح ابتدي أول شيء بالتغذية بعدين بالدراسة، حرام لأن عندنا أخصائية التغذية تريانا على الخط ما بنأخرها. عندنا أخصائية التغذية الشيخة حميد السويدي بتكلمنا عن موضوع جدا جميل. عاد اليوم أنا ما جبت قهوتي في الاستوديو، بنتكلم عن فوائد القهوة. صباح الخير يا شيخة. صباح النور والسرور دكتورة، يا هلا أهلا فيك. عاد أنت واليوم موضوعك أنا حبيت قبل ما أسمع من عندك فوائد القهوة. دائما الناس تدم القهوة، تقولك تزيد الضغط وتسهر وما أدري شو تسوي، ما تشوف حد يمدحها، فالحين أنت قولي لي شو فوائد القهوة. حبيت أتكلم عن الفوائد اليوم. ممتاز، عندك المايك تفضلي. حبيت أتكلم عن القهوة اليوم وفوائدها لأنها مشروب مفضل للكثير. بتسمعون وايد ناس يقولون ما نقدر يوم نبدأ يومنا بدون كوفي، أو بعدنا ما صحصحنا ما شربنا كوفي، وفعلا صح كلامهم لأن القهوة عالية بالكافيين مثل ما نعرف، فتمد المخ والجسم بالطاقة والنشاط بشكل سريع. بس القهوة لها فوائد صحية كثيرة ثانية يمكن ما فكروا فيها من قبل، لأن دوم يربطون القهوة بالنشاط السريع وإن وأضرارها مثل ما قلتي تخفض الضغط وهالأشياء. أول شيء بتكلم عن العناصر الغذائية في القهوة. كوب واحد من القهوة يحتوي على 5 سعرات حرارية، وأنا القهوة هنا أتكلم عن القهوة السوداء اللي هي سادة بدون إضافات. نعم. تحتوي على 5 سعرات حرارية، وأيضا تحتوي على بين 95 و200 ميلي جرام من الكافيين على حسب طبعا حجم كوب القهوة. وأيضا تحتوي على 11% من الاحتياج اليومي اللي جسمنا يحتاجه من فيتامين B2 اللي هو يساعد على إنتاج الطاقة ويقوي المناعة. هذا أنا حين أتكلم عن كوب واحد، و6% من احتياجنا اليومي من فيتامين B5 اللي هو يقلل من الاكتئاب والتعب. نعم. وأيضا يحتوي على 3% من احتياجنا اليومي للبوتاسيوم. والقهوة غنية بعد بمضادات الأكسدة اللي هي مفيدة في تجديد الخلايا وفي تقوية المناعة بعد. طبعا عشان نتناول القهوة بشكل معتدل بطريقة آمنة ما نزيد عن 4 أكواب وبدون إضافات مثل السكر والكراميل، هالأشياء بتقلل يعني من الفوائد وزيد السعرات الحرارية. أكيد. من هاي الفوائد بعد أن تحسن مستوى الطاقة والاستيعاب والتركيز مثل ما قلنا لأنها عالية بالكافيين، وهي مادة محفزة توصل للمخ وترفع مستويات النواقل العصبية الثانية مثل الدوبامين، فهالشي يحفز الأعصاب ويعزز وظائف الدماغ والمزاج والذاكرة والوظائف الإدراكية وسرعة ردود الفعل.
تساعد القهوة بعد على حرق الدهون. في دراسات أجمعت أن الكافيين يعزز التمثيل الغذائي بين 5 لـ 11%، لكن هذا التأثير يختفي يوم الجسم يتعود على الكافيين. نعم. لكن أثناء أداء الرياضة في دراسات أثبتت أن الجسم يستفيد منها، من هالناحية أن تساعد على تحسين الأداء البدني أثناء الرياضة، لأن الكافيين يرفع مستويات الأدرينالين في الدم. نعم. فتخلي الجسم جاهز أن يبذل مجهود جسدي عالي ويحفز الجهاز العصبي اللي بدوره يرسل إشارات للخلايا الدهنية، فهالشيء يساعد على تكسير الدهون. ممتاز. فعشان شيء ننصح بشرب قهوة قبل قهوة أو مشروب فيه كافيين قبل نص ساعة من أداء التمرين. وأيضا وايد دراسات أجمعت أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب. في دراسة أجروها في هارفارد سنة 2011، أن خلاصة الدراسة كانت اللي كانوا يشربون 4 أكواب قهوة كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%. من فوائدها أيضا في تقليل فرص الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب. ودراسات وايد سووها على السكري من النوع الثاني، وايد خفضت فرص الإصابة بالسكري تقريبا 50%، اللي هي شرب القهوة تقريبا من 3 لـ 4 أكواب في اليوم. وأيضا قللت من خطر الإصابة بمرض باركنسونز ديزيز اللي هو مرض الرعاش. نعم. والخرف والزهايمر. الزهايمر وايد دراسات أجروها عن القهوة وارتباطها بالزهايمر، تقريبا 50 لـ 60% قللت من فرص الإصابة بالزهايمر. وأيضا بعض أنواع السرطانات كان فيه دراسات أن القهوة أثرت وقللت نسب الإصابة بهذه الأمراض. وحبيت أذكر بعد أن أمراض الكبد، تليف الكبد اللي هي سيروسز أو حتى سرطان الكبد، في دراسات أثبتت أن شرب 4 أكواب يقلل 80% من الإصابة بتليف الكبد. لكن هو كل شيء طبعا باعتدال، لأنه الكافيين نسبة أو كمية الكافيين اللي طول اليوم نقدر ناخذها 400 ميلي جرام في اليوم. ومثل ما قلنا كوب القهوة يحتوي على 95 أو 100 ميلي جرام من الكافيين، فما نعدي 4 أكواب في اليوم. ممتاز. ومثل ما قلت يكون القهوة خالية من غير سكر، من غير كراميل، من غير حليب، فيها استفادة كاملة. وفي ناس بيتسألون أكيد القهوة العربية منهم، القهوة العربية طبعا نفس الشيء، نفس الفائدة نحصل منها، نفس الفائدة أكيد. عيل زين، خلاص طمنا، دائما أطول دلة معي في الدوام طول اليوم نشرب منها، فزين طمنا الحين. طمني يا أميرة، القهوة زين عيل، خلاص طمنا. في كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة شيخة للمستمعين؟ نحاول هو نعتدل في كل شيء طبعا. وأنا بهالكلام ما أشجع اللي ما يشربون قهوة اللي يبتدون يشربون قهوة، لأنه هو الكافيين في الأخير مادة ندمن عليها، صح، ولها أعراض انسحاب. لكن نعرف اللي يشرب قهوة دوم بفايدتها وكيف يشربها بطريقة صح، بدون إضافات الكريم، السكريات، هاي الأشياء كلها تقلل من الفوائد، وبالعكس ما تخلينا نستفيد يعني بشكل صحيح. بشكل صحيح، صح، وتساعد في زيادة الوزن. إضافة الحليب والمنكهات هذه للقهوة، أنا تذكرت لنا ما شاء الله الحين منتشر الاسبانيش لاتيه وما أدري هالأشياء الغريبة العجيبة اللي تلاقي مليون طبقة في القهوة، حتى طعم القهوة يختفي. كم يضيف سعرات حرارية على القهوة؟ يعني مثلا لو قلنا إضافة الكراميل أو إضافة الكريمة المخفوقة هذه فوق، كم تضيف سعرات حرارية للقهوة؟ الحين كراميل ماكياتو استوى قديم، الحين الهب الجديد الاسبانيش لاتيه، كم سعرة حرارية تكون تقريبا؟ تقريبا من 350 لـ 400 سعرة حرارية في الكوب الواحد؟ كثر في الكوب الواحد، خلينا نقول 350. من وين تيجي سعرات؟ من الكراميل والكريم اللي فيه؟ الكراميل والكريم، وهالسبانش اللي يحطون فيه حليب المحلة. هي صح، حليب المحلة كله شكر ودهون، فيكون عالي بالسعرات الحرارية. أستاذة الشيخة، في سؤال يانا يقول شو أعراض زيادة الكافيين؟ الناس اللي تشرب وايد قهوة خلال اليوم، شو ممكن يأثر عليها الكافيين هذا؟ الكافيين هي الأعراض منها أنه يكون هو مضر للبول، صح، فالجسم بيتعرض للجفاف، فالواحد لازم يعوضه بالماء. إذا ما زاد عن في أجسام، ترى كل جسم يختلف، صح، في أجسام ما تتحمل الكافيين وايد، حتى لو يعني مش 400 ميلي جرام، إذا وصلوا حتى 300 ميلي جرام، فكل جسم يختلف. إذا عندها الأعراض لازم طبعا يخف من الكافيين ويشرب سوائل زيادة. صحيح. طبعا الصدمة الحين أصحاب الكراميل ماكياتو والإسبانيش لاتيه لما سمعوا عدد السعرات الحرارية الموجودة في الكوب الواحد، وبالعادة الناس تأخذ ممكن
كوب إلى كوبين في اليوم، فنتخيل أنه ممكن بسهولة نتعدى عدد السعرات الحرارية الموصفة يوميا. أكيد بعدين الناس تسأل أكيد ليش وزني ما يزيد، أو ليش أنه أنا مو ليش وزني عفوا ما ينقص، أو ليش في مقاومة لنزول وزن، وزني ما ينزل بسهولة. وبس أشرب كوفي بيقولوا بس لي. يقول ما اشرب يعني ريوق خفيف غدا خفيف ما تعشى، شو تشرب والله قلاصين كوفي او كوبين كوفي، ولكن شو الكوفي اللي تشربها؟ فهي نقطة جدا مهمة. انا شاكرة لك اختي شيخة حميد السويدي هالمداخلة الجميلة بخصوص فوائد القهوة، وانا وكل عشاق القهوة نشكرك على انك انت ابرزتي فوائد القهوة، واتمنى لك ان شاء الله نهار سعيد وكوب قهوة سعيد ان شاء الله تستمتعين فيه بعد هذه المداخلة الجميلة. حياكم الله. شكرا لك، نهارك سعيد. مثل ما تفضلت الأخت شيخة أخصائية التغذية، كل شيء باعتدال زين، يعني حتى فوائد القهوة الأكثر منها، أكثر من القهوة مثل ما قالت هو مضر للبول، في بعض الناس ممكن يأثر عندهم على الهضم في المعدة، السهر، في كثير من الناس سبب لهم ارتفاع ضغط الدم ويسبب لهم خفقان. في كثير من الناس لو شربوا كافيين بنسبة عالية يسويهم خفقان في القلب، بالتالي يكون إحساس غير مريح. فكل شيء باعتدال زين. وشفتوا لما قالت كوب القهوة الأسود فيه 5 سعر حرارية، بينما الأشياء كل ما زدتوا عليها حليب، كراميل بامز، شوجر بامز، وكل هذا كل عصرة تنحط على الكوفي، كل شيء يضيفون عليه احسبوا انه بيضيف عليه سعرات حرارية كبيرة. وانا بس قبل ما اطلع الفاصل بس بوجه رسالة بسيطة، ادري ان كثير من المشروبات خصوصا المشروبات الباردة الحين مع الصيف احنا نحبها، لكن دائما اسألوا شو المكون. اوكي انا عارف ان هذا سبانيش لاتيه انه لذيذ ومنعش وهذا، بس اسألوا شو يدخل فيه كمكونات عشان انتم تعرفون بالضبط شو يدخل جسمكم. ممكن فعلا تكون عدد السعرات الحرارية هائلة انتم مو بحاسين فيها، ما تقول تقريبا 350 سعرة حرارية في كوب واحد فقط، هذا ما حسبنا بعد ما حسبنا باقي الأشياء اللي احنا نستهلكها خلال يوم، هذا في كوب واحد فقط، فاللي يشرب كوبين ويشرب 3، فتخيلوا كمية السعرات الحرارية. فدائما اسألوا مثلا كم والله ما اعرف شو اسم بامب بالعربي للأسف، يعني كم ملعقة مثلا خلينا نقول من الكراميل ينضاف له، قللوا منه. كم سكر ينضاف له، السكر اللي يكون السيرب أو مثل الشيرة كم ينضاف له؟ دائما تحكموا أنتوا، لا تخلوا هم يحطون، لأن طبعا عشان أنت تتقبل المشروب ينحط له كمية هائلة من السكر. لو كان المشروب شوية بمرارة أو تهم مثل ما احنا نقول بالإماراتي الناس ما راح يعيبها، فتخيلوا عشان أنت تستمتع فيه يحطون فيه كمية هائلة من الكراميل ومن من الشكر ومن مثل ما قالت الحليب المكثف ينحط له عشان يصير طعمه شيء غني ودسم. فدائما اسألوا شو يدخل في المشروب مالي، كم تحطون فيه، وقللوا الكمية، وحطوا ببالكم تقليل الكمية بيقلل عدد السعرات الحرارية بس مو بوايد. مو معنى رح نقلل الكمية معنى أخذ كوبين بدل كوب، معناه أنت قاعد تأخذ نفس عدد السعرات الحرارية. فنسأل دائما ما يدخل فيه مشروبي قبل أن أشربه. إحنا حنطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جميل، بيكون عندنا جولة جديدة لهيئة الصحة بدبي في مسرعات دبي للمستقبل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. في عندنا مجموعة من الرسائل بنغطيها على السريع. رسالة تقول بنتي بعمر 8 سنوات وزنها ما شاء الله فوق 40، هل أقدر أفرض عليها نوع معين من الرجيم؟ فأطفال بالعادة ما نفضل نظام، حتى لصراحة الكبار ما نقول رجيم، ولكن تنظيم الأكل هذا موضوع مهم. أظن لازم نستضيف، ممكن نستضيف خبيرة تغذية عندنا في البرنامج ونطرح عليها بالنسبة للأطفال اللي أوزانهم ما شاء الله الله يحفظهم تكون شوية زايدة، كيف ممكن الأمهات تنظم أكلهم، خصوصا مثل ما قلنا في الطفل صعب نقول مثلا أكل ولا تأكل والتزم بالرجيم، يعني ما نبان يكون في رجيم، نبان إعادة ترتيب الأكلة. فهذا إن شاء الله راح أرفع للمنسقين عشان يرتبون حلقة، لأن الموضوع جدا مهم. السلام عليكم دكتورة، يا ريت تخصصون حلقة لأحسن طريقة للاستفادة من أشعة الشمس وتفادي أضرارها في هذا الصيف. إن شاء الله راح نتكلم عنها. صح أن الناس تحب تروح البحر سواء عشان تسوي تان أو للاستمتاع بالنشاطات البحرية مع هذا الصيف، فإن شاء الله راح نحط له حلقة. الآن نذهب لموضوعنا. طبعا الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر،
والأداة الرئيسية للقوة في المستقبل. هذه اللغة التي يتحدث بها العالم الآن، ليس لكونها تقنية فائقة المستوى فقط، إنما بصفتها ساحة للمنافسة الدولية والسباق العالمي الذي يحتدم يوما بعد الآخر في محاولة كل دولة وكل مدينة للاستحواذ على مقومات هذه التقنية. في هذا العالم، عالم الذكاء الاصطناعي، نجد أن القطاع الصحي على وجه التحديد هو المستفيد الأكبر من هذه التقنية الفائقة، وهو الأقرب لاستخدامها والأوفر حظا لامتلاكها، وهو ما نلاحظه في دبي من خلال هيئة الصحة بدبي التي تضمنت استراتيجيتها العديد من المبادرات والمشروعات التي تصب في اتجاه ساحة الذكاء الاصطناعي. كلام جميل، كلام مهم، بتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي ومسرعات المستقبل الأستاذة خلود العلي، أخصائي ورئيس فريق مسرعات دبي للمستقبل في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة خلود. صباحك نور دكتورة. أهلا فيك وحياك الله في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك دكتورة منورة. ثانك يو حبيبتي. طبعا أستاذة خلود، أنت مو جديدة على برنامج صحة وسعادة، استضفناك كذا مرة وتكلمنا عن مسرعات المستقبل، ولكن كل مرة لازم أرد نذكر الناس أول شيء ما هي مسرعات المستقبل، وإلى الآن كم دورة تمت من مسرعات دبي للمستقبل؟ مثل ما سبق وذكرت قبل، برنامج مسرعات دبي المستقبل هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد في الربع الأخير من سنة 2016. الهدف من المبادرة هاي استحداث كل ما هو جديد ومبتكر في عدة مجالات، ومجالات الصحة. الصحة تعتبر أحد المجالات الرائدة طبعا عندنا في الإمارة، وكانت هي الصحة من أوائل الجهات اللي شاركت في هاي المبادرة. الهدف من مبادرة أنه يربط الجهة مع شركات ابتكارية من مختلف أنحاء العالم. ممكن تكون الشركة هاي المبتدئة بس عندها فكرة وعندها برودكت، يعني إذا اشتغلت مع جهة مثلا معروفة مثل هيئة الصحة يطورون البرودكت، وممكن أنه يوصل ويساعد مثلا في علاج مرض معين أو في تطوير طرق علاج معينة. صحيح. فالهدف منا تسريع المستقبل. ممتاز. أستاذ خلود، حاليا كم دورة تمت لمسرعات دبي المستقبل؟ خضنا 5 دورات، ولكن احنا في الدورة السادسة بديناها من أسبوع. ممتاز. بعد 5 دورات مرت لمسرعات دبي المستقبل، شاركت فيها طبعا هيئة الصحة بدبي، شو رأيك شو هي التقنيات الذكية اللي قدرنا نطلعها من 5 دورات طافت؟ كل دورة كانت مميزة بحد ذاتها من ناحية التحدي اللي كنا طارحينه، أو سواء من ناحية التقنيات اللي ركزنا عليها واستحوذنا عليها في الدورة. مثلا الدورة الأولى ركزت وايد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، سوينا عدة عمليات جراحية باستخدام التقنية، منها إزالة الورم السرطاني والعملية كانت ناجحة. الساق الاصطناعية اللي سويناها حق مريضة بريطانية مقيمة في دبي بعد كانت ناجحة، بالإضافة للاستخدام التقنية هذه في مجال طب الأسنان في صحة دبي. الدورة الثانية مثلا ركزنا على التطبب عن بعد، وكانت عندنا عيادة المتنقلة، أتوقع أنك للحين مذكرتنها، اللي فيها 18 فحص تدخل فيه الشخص وأظن ربع ساعة بالضبط. يقدر يأخذ مثلا يعني تعرفين كاستشارة أولية. صح. لأنها مزودة أيضا بشاشة تطبب عن بعد ويقدر يتواصل مع الدكتور. وكانت عندنا أيضا كان عندنا جهاز لاسلكي يفيد في عمليات، يفيد في العلاج الطبيعي، يلبس المريض ممكن يساعد انه يسوي العلاج الطبيعي في البيت. صح. تقلل من المرات اللي يزور فيها المركز الصحي مثلا عشان يسوي العلاج الطبيعي، يعني نسهل على المريض. وكذلك في الدورة الثالثة ركزنا على مرضى القلب، وكان عندنا قميص ذكي يقيس نبضات القلب، يعطي تخطيط للقلب، وكان يساعد وايد مرضى القلب اللي فيهم اللي يحبون يمارسون الرياضة، لأن يقدرون يلبسون التيشيرت ويمارسون الرياضة ويقدرون يعرفون حالة قلبهم إذا هم الحين مثلا لازم يحبون ويقدرون يكملون الرياضة مثلا. وفي نفس الوقت يقدر الدكتور يتابع حالتهم، يعني لأن السوفت وير يكون مزود عندهم في المستشفى يعني. صحيح. وفي وايد عدة تقنيات يعني منها يعني ركزنا عليها في جوانب مختلفة. ممتاز. أختي خلود، إيش كثر هاي التقنيات الذكاء الصناعي الموجودة تعزز توجهاتنا في هيئة الصحة بدبي نحو مستقبل أكثر صحة وأكثر سعادة؟ لأن التقنيات اللي نيبها وخاصة اللي فيها مثلا الذكاء الصناعي
واحد من الأشياء اللي هي مثل الفوائد لها مثلا إن هي تسرع يعني نحن الحلول اللي نجيبها نبغى نسرع حق رحلة المتعامل عند منشآت هيئة الصحة، من ناحية مثلا رحلة علاج أو مثلا لو بنعطيه تطبيق مثلا يقلل من عدد المرات اللي يزور فيها المستشفى والعيادة، لأن أنت تعرفين في ناس ما تحب تصير المواعيد بشكل كثير. وبعدين الذكاء الاصطناعي وايد وايد يساعدنا بحيث إن نوصل الخدمة للمريض، يعني مثل يعني كان عندنا مثلا الحين احنا شغالين في الدورة السادسة على جهاز مثلا على كاميرا للعيون، ونبغي نحط فيها سوفت وير ذكاء اصطناعي. الكاميرا هي تصور لك العين نعم. وبدون ما انت محتاجه حتى تحطين القطره اللي توسع العين، وبدون ما تكونين محتاجه تزورين العياده طبيب العيون وتستخدمين تعرفين الستيشن كاميرا الكبيره، نعم. فهذه الكاميرا عوضا عنها. ونبغي نشبكها مع الذكاء الاصطناعي بحيث انه يوم تطلع الصوره الذكاء الاصطناعي يعطيك يقول لك شيء مثلا هاي العين مثلا تعاني من كذا كذا كذا، يعني تعرفين نسرع التشخيص. ممتاز ممتاز، وطبعا هذا كله بينعكس على صحة هي على المريض وعلى المتعلمين رضاهم طبعا عن هي طبعا. الخدمات. وعندنا مثلا أجهزة جهاز يبناه في هيئة الصحة في مستشفى راشد حاليا يستخدمونه في عمليات العمود الفقري، يقلل الأخطاء اللي تصير في هالنوع من العمليات، وكذلك يزيد من يعني يقلل وقت العملية أيضا. رائع. ففي وايد أشياء يعني تعرفين تقلل مثلا يعني من زمن الانتظار، تقلل من وقت العملية، هالأشياء كلها تنعكس على المريض. أكيد تنعكس، ممكن بعض المرضى ما يحس بالتأثير المباشر، لأن مثلا ما يتم تواصل بينه مثلا بين الذكاء الاصطناعي مباشرة، لكن تأثر على رحلته كمتعامل وعلى مخرجات علاجه، مثلا تشخيص أفضل، أخطاء أقل، قضاء وقت في المستشفى بعد العمليات أو التدخلات الجراحية أقل، هذه كلها تأثر يعني، فالنتيجة النهائية تكون طبعا دائما لصالح المتعامل المريض اللي هو يستفيد منه. بس في ممكن أشياء مثل ما ذكرتي في أشياء ما يشوفها المريض صح بالضبط بس تنعكس في النتيجة. بالضبط، وهذا هو المهم، النتيجة النهائية انه يطلع بصحة وان تقل الأخطاء الطبية ونرجع لحياته ويكون راضي عن الخدمات المقدمة. صح. أستاذة خلود، الحين انتم مثل ما قلتي الدورة السادسة بدأت من أسبوع، شو الأجندة اللي مشمولة في الدورة السادسة، وهل تعطينا نبذة عن مثلا شو التقنيات أو شو المشاريع اللي ناوية تاخذونها من الدورة السادسة أو بتقدمونها في الدورة السادسة؟ مثل ما ذكرت قبل شوي نحن مركزين على 3 جوانب. أول شيء ركزنا على العيون، عندي الكاميرا اللي ذكرتها من شوي، هي كاميرا وايد صغيرة يعني من ناحية الحجم نعم. والشكل والوزن. هاي الكاميرا مثل ما قلت لك تصور العيون بدون ما يحتاجون حتى المرضى يحطون قطرة توسيع حدقة العين، نعم. وتعطي صورة جدا واضحة للعين. ممكن حتى نستخدم هاي الكاميرا حق المرضى اللي في المنزل، يعني جميل. نسوي لهم زيارات منزلية، لأن تعرفين ساعات وايد صعب عليهم إنه يروحون عيادة دكتور العيون ويجلسون على الستيشن كاميرا. مثل ما أنت عارفة الستيشن كاميرا لازم تكونين جالسة بوضعية معينة، صحيح. في عندك مثلا ناس بدردن، البدردن ما يقدرون مثلا يتحركون، صحيح. فهاي الكاميرا بتساعد إنه مثلا نصور لهم العيون، وفي نفس الوقت الدكتور يشوف مثلا الصورة وأثناء تواجده مثلا في العيادة أو في المستشفى ويعطي تشخيص للعين. ممتاز، هذا مشروع، والمشروعين الثانيين؟ المشروع الثاني إنه شيء يخص القلب، مهم. مثل لزقة وايد صغيرة حجمها يقل حتى عن إنشين، مهم. يحطونها عشان يشوفون تخطيط القلب، نفس جهاز الإي سي جي اللي موجود مثلا في المستشفى بس على شكل مصغر وهو باتش. فهذا وايد راح يفيد مرضى القلب اللي مثلا صارتهم جلطات قلبية، ونحن نعم. نحتاج مثلا نسوي مونيتورينج عشان نشوف مثلا نبضاتهم، لأن انت تعرفين أو أول فترة مثلا يكون عندهم نبضات القلب مثلا ما صح، تكون بشكل صحيح، فهذه راح تفيد انه يعني راح يتابعونهم ان شاء الله. فالمريض يكون حاط هذه اللزقة ويروح فيها البيت وبالذكاء الصناعي. والسماعة هي وما يعني ابدا ما يحس انه لابسينها لانها وايد خفيفة وصغيرة. يعني انت ممتاز. عارفة في اجهزة مونيتورنج للاي سي جي يسوون يعني يستخدمونها في البيت بس شوية كبيرة ويعني ضايج، صح، هذه وايد صغيرة وسهلة وخفيفة. ممتاز، شيء وايد جميل، ممتاز. وعندنا الشركة الثالثة هي شركة فرنسية اسمها شركة ميكا فارم سولوشن، عندها حلول تقنية حديثة في مجال الصيدلة الذكية، وكذلك عندها حلول ذكية في المخازن
وكيف ممكن احنا ندير هذا الجانب، مثلا مو دايركتلي ياثر على البيشنت او يخصه في المجال الطبي، لا هذا راح يكون مثلا يخصه كيف نحن يعني نضبط المستودعات اللي عندنا في الصحه، كيف نخليها ذكيه ايضا. ما شاء الله مشاريع جبارة ما شاء الله في الدورة السادسة، ومع كل دورة نشوف يعني مشاريع تأثر. لا إن شاء الله بيكون صدى كبير لما تتطبق. هالمشاريع اللي بتعرضوها في الدورة السادسة متى تتوقع أنه ممكن تدخل حيز التنفيذ، أو يعني يسوون عليها تجارب مبدئية عشان خلاص تطبق؟ إن شاء الله الحين شوفي، أول يعني نحن أول فترة يعني مثل ما قلت لك نجلس مع الشركات نشوف شو ممكن نعدل، نجلس مع الاستشاريين والدكاترة، كل حد والمجال المختص فيه. صحيح. عقب نشوف مثلا نقدر نبدأ المشروع التجريبي، أوقات نبدأ المشروع التجريبي ضمن أول شهرين من البرنامج نفسه، أوقات لا مثلا بعد البرنامج، على حسب مثلا شو الأشياء اللي نحن نبغى نغيرها، أو على حسب مثلا شو ممكن نزيد في المنتج نفسه. ممتاز. شاكرا لك أستاذة خلود العلي، أخصائي ورئيس فريق مسرعات دبي للمستقبل، هالمداخلة الجميلة، واتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، ونشوف الدورات القادمة بعد مشاريع أضخم وأحلى وأكثر تأثيرا بعد على حياة المرضى. مثل ما قلتي مشاريع من الدورة السادسة صراحة يعني طبيب كطبيبة أسرة أحسها مشاريع جدا جدا مهمة للمرضى، يعني مال العيون ومال القلب، يعني مشاريع جدا مهمة. فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إن شاء الله نستضيفك المرة الجاية إن شاء الله معنا في الاستوديو، وتكلمينا عن لما بيت التطبيق إن شاء الله هالمشاريع. إن شاء الله. الله يعافيك دكتورة، شكرا ومشكورة للصباح. شكرا حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا لك. مثل ما تفضلت الأستاذة خلود، الطب ما شاء الله أنا دائما أقول هالجملة، أنت يقفز قفزات، والذكاء الاصطناعي يخدم الطب، تم توظيفه لخدمة الطب بشكل رائع، يصب دائما في مصلحة، صراحة يصب في مصلحة الطبيب والمريض. الطبيب يكون عنده أدوات أن يعطي تشخيص أفضل، تقل الأخطاء الطبية عنده، تطلع مخرجات العلاج أحسن. وإحنا كأطباء هذا هو هدفنا، الهدف الطبيب مو بس إنه رقم شاف هالكثر مرضى أو عالج هذه الكثر حالات، هي مخرجات علاجه، هل استفاد كثر مرضى استفادوا من هذا العلاج، من هذه العملية الجراحية، من خطة العلاج هذه. وأيضا استفادة تكون المريض لما مثل ما قالت الجهاز اللي يقلل الأخطاء الطبية في جراحات العمود الفقري، هذه واحدة من الجراحات الدقيقة جدا في عالم الطب، ومع العالم الحديث ما شاء الله فيه نسبة من الناس اضطر تخضع العمليات حوادث أو غيرها. فنتخيل أن في هذا الجزء الحساس من جسمنا العمود الفقري يتم تقليل نسبة الأخطاء الطبية، بالتالي المريض يرجع لحياته بشكل أفضل، يقدر يمارس حياته الطبيعية. وهذا هو النجاح، لما المريض يطلع من أي خطة علاجية سواء كانت جراحية أو غير جراحية ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، هذا هو هدف أي طبيب أو أي منظومة صحية، عشان نكون دائما مجتمعنا يعيش في صحة وسعادة. احنا حنطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل راح يكون عندنا فقرة جميلة عن مركز سعادة كبار المواطنين، وما هي الرعاية الفائقة اللي قدمونها هناك اللي خلي ما شاء الله شوابنا مرتاحين ومستانسين وعايبينهم المكان، والمكان جدا جدا جميل وكله طاقة إيجابية. فإن شاء الله بعد الفاصل بنتواصل ونتكلم عن هذا الموضوع، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. يظل كبار السن هم محور الاهتمام البالغ في هيئة الصحة بدبي، وفي مركز سعادة كبار المواطنين لا تدخر الهيئة وسعا في توفير كل سبل الراحة وجميع التجهيزات والتقنيات والكفاءات البشرية في سبيل توفير أجواء حياة متجددة ومناخ صحي مميز، سواء لكبار المواطنين المقيمين بشكل دائم في المركز أو المترددين عليه من طالبي الرعاية الصحية الفائقة. بنتكلم عن هالموضوع، شو الخدمات اللي يقدمها المركز، شو الفعاليات في المركز. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا دكتورة سلوى. صباح النور، أهلا ندى. أهلا فيك دكتورة سلوى. نتكلم أولا عن مركز سعادة كبار المواطنين، وما شاء الله عليكم مؤشر السعادة المرتفع للمركز، خبرينا شو السر؟ الحمد لله، مؤشر السعادة المرتفع أخذ يمكن جزء من مسمى المركز، ومركز سعادة كبار المواطنين
في شغلتين في الاسم وايد مهمات، سعادة ونمبر تو كبار المواطنين. مسمى كبار المواطنين اللي تم اعتماده مؤخرا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستبدال كبار السن بكبار المواطنين، هذا اصلا بحد ذاته انعكس ايجابا على كبار المواطنين. غيرنا الاسم الى سعادة كبار المواطنين، مركز سعادة كبار المواطنين، لان احنا هدفنا ان احنا فعلا نقدم لهم سعادة. يعني احنا صرنا ننظر للمركز مو بس انه هو مركز طبي يقدم خدمات طبية، احنا ننظر للمركز انه هو فعلا مركز يقدم السعادة لكبار السن. فالحمد لله عندنا نسبة رضا العملاء كانت 100% لمدة سنتين على التوالي. ما شاء الله ممتاز. مؤشر السعادة كان 98% اللي هو تابع لحكومة دبي الذكية. وهذا الشيء يعني مسؤولية طبعا ان احنا نحافظ على هذا المستوى وما نرضى انه هو ينزل. أكيد. وما شاء الله وصولكم لمؤشر السعادة المرتفع هذا ولنسبة 100% من السعادة المتعاملين أكيد في وراء جهود، فإحنا نبغى نعرف شو الجهود اللي توفرونها في مركز سعادة كبار المتعاملين اللي تخليه مو مركز مثل ما يقولون مثل ما يسمونه إيواء لكبار السن اللي متعودين عليه الصورة أنه بس سرير ورجل كبير في السن بس قاعد، ولكن مركزكم ما شاء الله حيوي جدا، فشو الخدمات اللي تقدمونها تخليه هو فعلا مركز للسعادة؟ شوفي احنا صار لنا يعني يمكن للسنوات الخمس الأخيرة قاعدين نشتغل على ان احنا فعلا نغير هذه الصورة النمطية لدى افراد المجتمع عن دور رعاية المسنين، اللي للأسف بعض الناس لا زالوا يعني يسمونها دور عجزة. صح. اوكي انا ما الوم الناس، يمكن يعني الاعلام يمكن يعني في امور وايد كان لها دور ان هي تعطي الناس هاي الفكرة عن دور رعاية المسنين، إن هي دائما أماكن حزينة وأماكن سلبية وإنهم راح يشوفون ناس عجزة. إحنا يعني هذا مو مجهود، هذا يعني هاي شغلة ما قدرنا عليها خلال يوم أو يومين، هذا مجهود متواصل من قبل كافة موظفي المركز، ابتداء من الموظف اللي ممكن يستقبل الزوار من عند الباب ويحاول إنه عن طريق شرح رؤية المركز، رسالة المركز، أهداف المركز، يحاول انه هو يغير الصوره السلبيه اللي انت ذكرتيها ندى، ان قلتي مثلا مسن طايح على الفراش وراقد وذات ست. صحيح. هذا الشيء احنا نسويه كموظفين من خلال الانشطه والفعاليات المختلفه، الاهتمام، الرعايه، ومن خلال ان احنا دائما يعني we are open او مفتوحين لكافه افراد المجتمع انهم يزورونا، سواء كانوا افراد، مؤسسات، جهات حكوميه، جهات خاصه، مجموعات تطوعية، دائما احنا موجودين ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نسوي education او تثقيف للناس ان احنا مركزنا يشتغل كمركز رعاية نهاري لكبار السن اللي هم المراجعين الخارجيين. يعني انا عندي اي شخص كبير بالسن ممكن يجينا المركز بدون ما يفكر ان عيب او استحي او مثلا يعني لا هذا مركز شواب، يعني حتى شلنا كلمة الشواب لو تذكرين اسم. صح. مركزنا سابقا كان اسمه استراحة شواب. صحيح. شليناها علشان الناس ما تتم تربط هذا المركز بالتقدم بالسن وبالعجز وبالضعف وبالشيخوخة. فنوعا ما على قد ما نقدر حاولنا مثل ما قلت لك نغير الصورة السلبية، نبين الأشياء الإيجابية في المركز، نبين مواهب كبار السن، إذا حد عنده موهبة دائما نحاول نحن نبينها للناس. كان عندنا واحد من كبار المواطنين رسام، شجعناه وقلنا له جيب رسوماتك وخلها موجودة، يعني أي زائر بينا من برا ممكن يشوف. ففي في في بوتنشل أو يعني في إمكانيات لدى كبار السن، إحنا دورنا في المركز إن إحنا نحاول نحن نبينها نظهرها للمجتمع. صحيح. الفعاليات اللي تقومون فيها دكتورة سلوى في المركز، شو الفعاليات اللي تقدمونها؟ شوفي المركز يقدم خدمات طبية وخدمات اجتماعية. نعم. الخدمات الطبية طبعا يقدمها أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة، وهذا الشيء يعني يجب ذكره أن على مستوى دولة الإمارات كلها إحنا المركز الوحيد اللي الأطباء اللي شغالين فيه متخصصين في طب المسنين. هذا الشيء يفرق حتى من ناحية الكواليتي أو نوعية الخدمة المقدمة. لما يكون الطبيب متخصص في أمراض كبار السن يكون عنده القدرة على تشخيص وعلاج حالات متخصصة في كبار السن، مثل أمراض الزهايمر، الاكتئاب، القلق، وتبر الأمور، هشاشة العظام، كل الأمور اللي تخص أمراض كبار السن. طاقم التمريضي عندنا ذو خبرة ودراية تامة بالتعامل مع كبار المواطنين،
عندنا خدمة التغذية العلاجية طبعا، علشان نحاول دايما نحن إن المسن اللي يكون عندنا سواء كان مقيم أو كان مراجع خارجي إنه ياخذ الأكل المناسب لحالته الصحية وللأمراض المزمنة، اللي أنت عارفة إن أغلب كبار السن عندهم أمراض مزمنة. صحيح. عندنا طاقم إداري واجتماعي يحاول دايما إنه يحرص على إن المسن اللي دخل عندنا أو حتى المراجع الخارجي إنه متأقلم مع المركز، ما عنده أي مشاكل في تقبل الآخرين، ما عنده مشاكل في إنه هو يمارس تمارين العلاج الطبيعي، إعادة تأهيل، ما لو كان في عنده أي احتياجات اجتماعية المركز يلبيها. حتى مرات إحنا عندنا بعض المسنين يطلبون إن مثلا يطلعون برحلات فردية، إحنا دائما نسوي لهم رحلات جماعية. صحيح. في مسن تلقينا مثلا يطلب إنه يطلع بروحه، فهالأمور بعد إحنا نرتبها. يعني يمكن سبب من أسباب سعادة كبار المواطنين عندنا أن الموظفين اللي عندنا عندهم مرونة في التعامل مع كبار السن. ما في موظف في مرة من المرات يعني قال كلمة لا لشخص كبير بالسن. أي جميل. شغلة يطلبونها كبار المواطنين نحاول على قد ما نقدر إحنا نسويها. حتى مثل ما قلت لك يعني رحلات فردية، يقول أنا ودوني بروحي مثلا القرية العالمية أو السوق الصيني أو بصير أشتري شغلة، فيطلع المسن مع موظف ومع ممرض. جميل، ممتاز. فإحنا على قد ما نقدر يعني نحاول إن إحنا نقدم خدمات طبية وخدمات اجتماعية يغلب عليها الطابع الميديكال سوبرفيجن أو الإشراف الطبي. ممتاز. دكتورة سلوى، أنت ذكرتي إن أنتم المركز الوحيد اللي عندكم الكادر الطبي متخصص في صحة كبار السن أو علاج كبار السن. نتكلم أكثر عن هالموضوع، عن الطاقم الطبي والكادر الطبي والإداري الموجود عندك في المركز. أوكي. طبعاً الطاقم الطبي مثل ما قلت متخصص في رعاية كبار السن. حالياً في موضوع عندنا توسعة للمركز، في التوسعة إن شاء الله راح يكون في عيادة متخصصة لرعاية كبار السن، بحيث إن احنا نقدر نستغل الطاقم الطبي في تقديم رعاية للمراجعين الخارجيين بشكل متخصص. عندنا قلنا التمريض مثل ما ذكرت عندهم خبرة ما شاء الله في التعامل مع كبار المواطنين، ونوعية الرعاية التمريضية المقدمة في المركز من أحسن أحسن الرعاية في الكواليتي أو في نوعية الرعاية. بدليل بعطيك مثال، أنت طبيبة وعارفة أكثر مشاكل كبار السن اللي هم طريحين الفراش هي البيد سور أو التقرحات السريرية. صحيح. إحنا عندنا نسبة التقرحات السريرية تعتبر صفر. ممتاز. هذا شيء يدل على أنه يعني رغم أن إحنا عندنا مرضى طريحين الفراش رغم أنهم ما يتحركون، لكن مستوى الرعاية التمريضية ممتاز بدليل أنه ما في تقرحات سريرية. عندنا التمريض مجرد ما يشوفون يعني بداية، طبعا في فحص يومي للمسن لجلد المسن عشان يشوفون لو في أي احمرار أو أي بداية تقرحات سريرية نقدر على طول نحن نتخذ أكشن، فبالتالي نسبة تقرحات سريرية عندنا صفر. ممتاز. حتى احنا حاطين مؤشرات أداء طبية عالمية معتمدة في دور الرعاية طويلة الأمد اللي هي لونج تيرم كير في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم قارن مركزنا في هذه المراكز عن طريق مؤشرات الأداء الخاصة. ممتاز. هذا الشيء فعلا يدل على أن الرعاية التمريضية والرعاية الطبية في المركز على يعني على ليفل جدا ممتاز. صحيح. دكتورة سلوى، ما شاء الله مركزك دائما بعد هناك في مثل ما قلتي في زيارات من أفراد أو من مؤسسات. شو تأثير مثل هالزيارات على نفسية كبار المواطنين اللي عندك الموجودين في مركز سعادة كبار المواطنين؟ أوكي. طبعا دائما تسعدهم الزيارات. صح. يعني احنا عندنا قبل فترة كان انتشرت صورة عن دار رعاية مسنين في كندا دمجت الأيتام معاهم، فوصلتني هاي الصورة من أكثر من شخص كأن اقتراح إن ليش ما تسوون نفس الشيء عندكم. فكان ردي على الناس إن إحنا دائما مركزنا في زيارات متواصلة، يعني طول العام الدراسي الطلاب وطالبات المدارس والجامعات على طول عندنا في المركز، يعني يمكن بشكل أسبوعي عندنا زيارات من المدارس. احنا لاحظنا، كان سؤالك عن تأثير الزيارات، احنا لاحظنا طبعا زيارات المؤسسات والأفراد والطلاب والأطفال بشكل خاص لكبار السن جدا تسعدهم. احنا لاحظنا كل ما كانوا الزوار أصغر سنا كل ما كانت السعادة أكثر، كل ما كان التفاعل أكثر. أنا أتكلم عن أطفال الحضانة، نعم، الكي جي والبري كي جي، لما يجون ويرقصون ويغنون ويسوون أي نشاط أي اكتيفيتي في هذا المركز تلقين كبار السن متفاعلين معاهم جدا.
في نفس الوقت زيارات طلاب الجامعات لما يكون عندهم أبحاث معينة ومطلوب منهم أنهم يجون يسوون بحثهم عندنا عن طريق أنهم يجلسون يسألون كبار المواطنين يستشيرونهم في أمور خاصة، أو صحيح. يسألونهم عن مثلا الشغلات اللي كانوا يسوونها في السابق ويكتبونها في بحث. هذه الأمور بحد ذاتها تخلي كبار المواطنين يشعرون بأهميتهم، أنهم لا زالوا المجتمع ينظر لهم كمستشارين. صحيح صحيح. فالموضوع دائما فيه سعادة، يعني احنا دائما نقول احنا ما حطيناهم في هذا المكان وسكرنا عليهم الباب، بالعكس احنا حطيناهم في هذا المركز ونقول احنا منفتحين على كافة افراد المجتمع لزيارة المركز، لعمل اي فعاليات، اي جهة حابة ان هي تعمل CSR او يعني خدمة خدمة مجتمعية، مركزنا مجتمعية. دائما موجود وبالعكس يرحب في فيها الزيارات. شيء جميل ما شاء الله، جهود واضحة. دكتورة سلوى، أنت ذكرتي إن في عندكم كبار المواطنين اللي عندهم إقامة في المركز، وفي العيادات الخارجية أو زيارات المراجعين الخارجيين. المراجعين الخارجيين، فشو الخدمات اللي تقدم للمراجعين الخارجيين؟ خدمة إعادة تأهيل، العلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي المتميز في هذا المركز إن إحنا نقدم خدمة المينتنانس فيزيوثيرابي. شو يعني المينتنانس؟ يعني إحنا ما راح نشوف المريض مثلا لمثلا لمدة 8 جلسات فقط. نعم. أغلب كبار المواطنين عندهم مشاكل في المفاصل، ألام ظهر مزمنة، ألام كتف مزمنة، فمحتاجين مينتنس فيزيوثيرابي. ما أعرف شو بالعربي مينتنس، مثل بس يعني علاج علاج طبيعي طبيعي مستمر. للصيانة، يعني عشان يعني مثل تعزيز للجلسات اللي خلصوها. بالضبط بالضبط. ولاحظنا فعلا أن لما كبار المواطنين يستمرون على مينتنس فيزيوثيرابي حالتهم الجسدية تكون أحسن، حالتهم الذهنية تكون أحسن. فهذا بالنسبة أهم خدمة يتلقاها كبار المواطنين، اللي هي حاليا العلاج الطبيعي أو إعادة التأهيل. في أيضا الخدمات الاجتماعية، أنا عندي بعض كبار المواطنين يجون المركز لأنه يعتبرونه بيتهم، هو ما يبغي يسوي علاج طبيعي، هو يبغي نعم. يقعد في المركز ويسمع السوشيال وركر وهي تقرأ له الجريدة، الأخبار اللي صارت اليوم، يجلس يسولف ويا ربعه، يجلس يشرب شاي، يشوف الناس، عرفتي؟ يعني هو موضوع تواصل اجتماعي أكثر من أنه يكون فقط مجرد مركز. وهذا الشيء اللي خلى بعض كبار المواطنين يستمرون بالحضور إلى المركز كمراجعين خارجيين من تاريخ افتتاح المركز، يعني ما شاء ممكن من الله أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. يعني ما في مريض يتابع مع مركز لمدة أكثر من 20 سنة إذا كان فقط مريض، إذا ما كان ينظر لهذا المركز إنه هو بيته الثاني ما كان راح يستمر معنا. أكيد أكيد، الأجواء هناك مريحة لهم، وخصوصا الله يحفظهم بالضبط كبار المواطنين، تلاقين دايما ما يرضيهم أي شيء، فأكيد لقوا بالضبط الترحاب والمحبة والجو الجميل والنفسية الحلوة أكيد. اللي تخليهم يردوا مرة ثانية لهالمكان. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. دكتورة سلوى، أنا شاكرة لك هذه المداخلة مالتك بخصوص مركز سعادة كبار المواطنين، وأهنيكم على الجهود الكبيرة والرعاية الفائقة اللي تقدمونها لكبار المواطنين. يعطيكم ألف عافية، الله وإن شاء الله يعافيك، نراكم من نجاح لنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله شكرا بعد سعادة المتعبين بعد تزيد عندكم مؤشر يا السعادة رب أيضا. إن شاء الله. شكرا لك شكرا، دكتورة سلوى، ونهارك مع سعيد. السلامة. شكرا. مثل ما تفضلت دكتورة سلوى السويدي، هي مديرة مركز سعادة كبار المواطنين. هم غيروا الصورة النمطية المعروفة لمراكز، أنا ما أحب هذا المصطلح، كي يسمونه مركز إيواء أو مركز لكبار السن أو مركز شواب. غيروا هذه الفكرة، غيروا هالنمطية الموجودة، إن فقط كبير السن يقعد، نيرس تدخل عليه تعطيه دواء أكله تسبحه وخلاص، انتهى دورها. هناك مجتمع متكامل، اللي يروح مركز سعادة كبار المواطنين بيلاقي مجتمع متكامل، الناس تضحك وتسولف، وكبار السن نفسيتهم حلوة، وفعلا تحسون كأنكم داشين بيت مو كأنكم داشين مركز طبي. هذه رسالة لكل حد، لكل أم، مدرسة، مؤسسة، إن روحوا زيارات لمركز سعادة كبار المواطنين، هم يستانسون وعيالكم يستانسون، وتستفيدون من خبراتهم ومن ما شاء الله الحكمة اللي تكون عند كبار المواطنين. احنا وصلنا لنهاية البرنامج، أنا شاكرة لكم إنكم استمعتوا لنا على مدى تقريبا ساعة، هو إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة، واستفدتوا من حلقة صحة وسعادة لهذا اليوم. إلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بالحياة، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.